الخبر اللي بعد كده، التقى وفد من نواب واعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين النهارده وزير التنميه المحليه اللواء محمود شعراوي، وده لمناقشه ابرز القضايا والملفات اللي بتشغل الشارع المصري وتثار يوميا ما بين المواطنين. الحقيقه اللقاء دي او اللقاءات اللي بتتم من خلال تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بتبقى حلقه وصل ما بين المسؤول وما بين الشارع المصري من خلال التنسيقية. ازاي ده بيتم؟ الحقيقة ده مش اول لقاء بيتم ما بين يعني تنسيقية شباب الاحزاب وما بين اي مسؤول مصري عشان يقدروا ان هم يوصلوا ايه الشكاوى او ايه اللي بيطرح في الشارع المصري من بعض التحديات او من بعض المصاعب، او ان في يعني شوية مشاكل ممكن تكون خاصة بالملف اللي بيناقش على طاولة الحوار ما بين اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب وهذا المسؤول المصري. معانا دلوقتي على التليفون عشان نعرف تفاصيل اكتر سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. سيادة النائب تحياتي ليك في البداية. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي. اهلا وسهلا، لو تقول لنا تفاصيل اكتر عن الاجتماع اللي تم النهارده. طيب، هو في الحقيقه ان الاجتماع اللي تم مع السيد وزير التنميه المحليه كان طبعا في مجموعه من الزملاء والزميلات نواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالاضافه الى مجموعه من زملائنا في لجنه الاداره المحليه في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. في الحقيقه هو اللقاء كان مثمر جدا، هام جدا، لانه تناول العديد من النقاط الهامه، ويمكن كان شيء نثمنه النهارده وجود كل قيادات الوزاره كانوا موجودين في الاجتماع عشان يردوا على اسئله الزملاء والزميلات من النواب، سواء في مجلس النواب او الشيوخ او من مجلس الاداره المحليه في التنسيقيه. يمكن من ضمن الملفات الهامه جدا اللي تم مناقشتها ملف القمامه، ملف العشوائيات، الاشتراطات البنائيه، التصالح على مخالفات البناء، دور يعني قطاع التدريب في الوزاره، تدريب وتاهيل الكوادر، تمكين الشباب في وزاره التنميه المحليه وعلى مستوى المحافظات. ايضا تناولنا يعني دور قطاع التفتيش في الوزاره. في الحقيقه كانت الملفات دي كلها ملفات هامه، المحلات التجاريه. طيب انا عايز اركز معاك على يعني بعض الملفات اللي طرحت من خلال يعني كلام حضرتك دلوقتي، يعني ملف القمامه ايه اللي تم فيه؟ طبعا هو احنا فتحناه لان زي ما احنا كلنا شايفين ان طبعا يعني هذا ملف من الملفات الحيويه جدا على مستوى المحافظات، ويمكن الوزاره صرحت بان الملف ده من اولوياتها، وان طبعا تعاون ما بينها وما بين وزاره البيئه علشان خاطر يعملوا محطات لتدوير القمامه، وازاي ان يستطيعوا ان هم من خلال طبعا المحليات والمحافظات والقيادات التنفيذيه ان هم يشكلوا فرق عمل تقوم على جمع القمامه من المنازل او من الشوارع وتوصيلها طبعا الى المحطات الوسيطه. يمكن كان في كلام كتير جدا على ان طبعا المنظومة دي منظومة مهمة، لكن حتى هذه اللحظة يعني المواطن يريد أن يستشعر مزيدا من الاهتمام في هذا الملف. وكان برضو في حديث على بروتوكول تعاون ما بين الوزارة ومن وزارة البيئة بحيث أنه يتم إنشاء محطات خلال يعني العام الحالي والعام القادم عشان يقدروا يستوعبوا طبعا الكميات. طيب عامل النظافة كان أخباره إيه في طرح يعني ملف القمامة في الحوار ده؟ حضرتك هو كان ده له شقين، شق طبعا أن في بعض المحافظات عندها عمال طبعا للنظافة هم بيقوموا بهذه المهمة من خلال طبعا المحليات، وفي محافظات أخرى تعاقدت مع بعض الشركات على طبعا اللي هي شركات جمع القمامة. ويمكن كان كلام مهم جدا طرح النهاردة في إطار يعني مرتبات العمال وإعطائهم حوافز وإزاي أن بيتم المراقبة على أعمالهم، لأن طبعا زي ما قلت لحضرتك في البداية أن ده ملف شائك جدا وبيستحوذ على اهتمام كبير جدا في الشارع المصري. ده كان طبعا دي احنا بنسرد نقاط في اطار عام، لكن طبعا في تفاصيل كثيره جدا ذكرت في هذا اللقاء يعني هتاخد مننا وقت كبير، لكن زي ما قلت لحضرتك هم طبعا يعني الوزاره بتتعهد بان الملف ده يعني تحاول توجد له حلول عمليه، لان طبعا برضو انتشار القمامه في كثير من المحافظات والقرى والنجوع دي مساله مؤرقه. يعني طبعا بنتكلم على انتشار الاوبئه، بنتكلم صحيح. على انتشار الجراثيم، بنتكلم على اضرار صحيه على القانطين في هذه المناطق، لكن طبعا هي الوزاره بتحاول
بتسعى يعني جاهده كما صرح الوزير. والاهم من كده يعني سياده النائب ان انتوا صوت يعني المواطنين في الشارع المصري عشان توصلوا كل ما يشغله للمسؤولين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.